حياكم الله مشاهدينا من جديد. بنتقل الحين للزميلة رنيم في الرياض بتخبرنا عن ضيوفها وآخر مستجدات عالم التجميل والليزر. إليك يا رنيم. مساء الخير هدى، أهلا فيك. فعلا يعني مؤتمر متعلق بالاستخدام الليزر إضافة لآخر مستجدات في الجراحة التجميلية والتي أصبحت ممكن جزء من الأساسيات، يعني ما هي جراحات تجميلية أو مكملة. لكن مشاهدينا نتابع التقرير التالي ونبتدي الحوار مع ضيفنا الكريم. أقامت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد مؤتمرها العالمي 13 في طب الليزر والجراحة التجميلية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات عالمية في مجال طب وجراحة الليزر، وذلك في فندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض. مؤتمر زي هذا اللي هو مركز كثير على الليزر برضو جدا مهم في تخصصنا احنا كأطباء جلدية، لأنه الليزر دحين صار زي ما يقولوا سرعة العصر والسلاح اللي بنستخدمه. في المؤتمر هذا بالذات في احنا عندنا عدد كبير جدا جايين من مناطق أجنبية، من بلدان من أمريكا وشغلات هذه، فايش يعني يصير هم يعطونا ايش جديد عندهم، احنا نعطيهم ايش الجديد عندنا، وبكذا نتشارك. في النهاية نبغى نوصل أهم شغلة وهي الهدفنا المريض. يعد هذا المؤتمر ملتقى علميا حيث تبادل الأطباء من كل العالم أفكارهم وعلمهم خلال ندوات ولقاءات علمية تخصصية موازية للمؤتمر. يعني احنا منظمين ورش عمل لأشياء ما تعمل في السعودية رغم انها تخص الجراحة التجميلية، طرق معينة في عمليات التعامل مع الأشياء اللي قد تحصل منطقة الوجه أو منطقة حقن الدهون كمثال، يحقن كثير لكنه ترى إلى الآن في أمور كثيرة، عملية الفشل، معدلات الفشل تتم في حقن الدهون، إيش أسبابها، ليش ما تكون عملية نجاح كبيرة، هذه كلها أشياء تتم تداولها في هذا الجانب، إضافة إلى تقنيات جديدة مثلا تستخدم زي الأشعة الصوتية التداخلية، أيضا هذا شيء جديد يستخدم ويجب أن يعني مثلا مكتشفين ورواد هذه التقنيات هذه موجودين الآن، اللي بيطبقها الآن يروح يسألهم وهل اللي بيسوي صح أو غلط. صاحب المؤتمر معرض كبير للهيئات والمؤسسات العلمية والطبية المتخصصة في طب الليزر والجراحة التجميلية، كما صاحب المؤتمر ورش عمل ودورات تدريبية متقدمة ومتعددة في مجالات مختلفة في تطبيقات الليزر والجراحة التجميلية. هو من أهم المؤتمرات التي تعقد في المملكة العربية السعودية، ومن أهم المؤتمرات التي تعقد على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط. في هذا المؤتمر دائما يقدم ما هو جديد في عالم الليزر وخاصة التقنيات الحديثة التي تتعلق في كل أمور التجميل ومعالجة الجلد. تقنيات الليزر متعددة، وباختصاصنا نحن في هذا المؤتمر تتناول مشاكل الجلد السطحية ومشاكل الجلد العميقة، منها مثلا الندبات التي تحدث في الوجه، الندبات التي تحدث في الجسم، مشاكل البشرة من تصبغات من تجاعيد، كل هذا يتم معالجته من خلال الليزر والتقنيات الحديثة. استمر هذا اللقاء العلمي لمدة 3 أيام وتحدث من خلاله نخبة من الأطباء السعوديين والعالميين. لبرنامج سيدتي أروى توفيق.